الله يبارك فيه ويحفظه، اللي يعني كان السبب بوصولنا لهذه المناطق المقدسة. وإحنا يعني شعور لا يوصف صراحة، يعني حلم وأمل كل مسلم أن يوصل لهنا. فالله يجزي الخير يعني كل الطريق، وإحنا ندعي له والله. ربنا اختارنا من بين المليارات البشر، وخاصة بهالجاية لهون. هي الجاية ما حدا بيحلم فيها، يعني شو بدي لك، نحن مقهورين مدربين، يعني ما مفكرين انه نجي يوم من الايام نجي لهون، لكن رب العالمين اخترنا انه نجي لهون. الله يرحم ويغفر ويعوض على هذه سعانا بهي الجاية لهون. اجيت من الباب من سوريا، صار لي 6 سنين ماني شايف الحجة، و13 سنة ماني شايف اخي، والحمد لله دخلت معبر باب الهوى تركي عين تاب لهون على السعودية على جدة. صار لي 6 سنين ما شفت الحجة، واخي 13 سنة من قبل الاحداث، 13 سنة ما شفته. شو شعوري هلا، ما لسه هلا ترى ماني مستوعب الشيء اللي عم يصير بنوب، يعني زيارة بيت الله وشوفت الوالدة وشوفت الأخ وأولاد أخي اللي ما بعرفهم خالص إلا على الشاشات. كل ما أجي على الحرم أدعي له والله، أوقف مقابل ملتزم أقول يا رب مثل ما طعمتي أزور الكعبة تطعم لي عقبة. حمزة الحمد لله رب العالمين، بالأخير شفني الحمد لله. يمكن بدي أقول لك الدعوة الوحيدة من 13 سنة بدعيها، انه الله يكرمني ويجمعني مع اخوتي، بالذات اخوتي، يعني ما اجمعنا مع كل الاحباب بس اخوتي بالذات. يعني الحمد لله رب العالمين تحققت يعني امنيه من الامنيات. بفضل الله سبحانه وتعالى تم الان جلب الاخوه المصابين من الاخوه السوريين بجهود مباركة من الأمير سمو الأمير عبد العزيز ابن فهد ابن عبد العزيز آل سعود. والحقيقة كانت مبادرة رائعة جدا، ومبادرة يعني تجبر كسر هؤلاء الذين أصيبوا في هذه البلاد في سوريا الحبيبة الجريحة، وكان ضربا من ضروب يعني الحقيقة مواساة هؤلاء الذين قدموا وبعضهم أغلى ما لديهم في سبيل نيل حريتهم وكرامتهم في تلك البلد الجريحة. الكفالات للحجاج السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى في هذا العام كفل جزاه الله خيرا 525، وصل منهم 250 بانتظار وصول البقية في اليومين القادمين بإذن الله عز وجل.